كريمة عمل للحصص كل اللي الحصص محتاجاه لمدة 100 سنة باختصار. يعني مشروع صرف صحي ما اتعملش قبل كده ومش هيتعمل تاني، والحمد لله يعني تم. ومية الشرب برضه مية الحمد لله، ما عادش حد اسمه بيشتكي من المية، والكهرباء والغاز طبعا عملنا حاجات في حياة كريمة يعني ما كناش بنحلم انها تتعمل، بقول لحضرتك ولا بعد 100 سنة. النهاردة الترعة اتبطنت وحافظت على المية، المية بقت نظيفة ما عادتش مهملة. عملنا لنا مركز شباب في الحصص، عملنا لنا وحدة صحية متكاملة، عملنا المجمع الزراعي، عملنا لنا المجمع التكنولوجي اللي جميع الخدمات فيه النهاردة لا تحصى ولا تعاد. المجمع هنا بيخدم أكتر من 80,000 مواطن. المجمع بيضم 6 وزارات داخلية بداخل المجمع: البريد، التضامن، التموين، الشهر العقاري، السجل المدني، الوحدة المحلية، بالإضافة إلى شباك لشركة الغاز، زائد شباك مخصص لإخواتنا ذوي الهمة. المجمع هنا يا فندم أحدث طفرة كبيرة بأنه نقل جميع الخدمات لحد الفلاح المصري لحد عنده، وده خفف العبء بكتير عن خدمات المرافق بالمدينة. مواطن هينزل من بيته هنا هيعمل كل الخدمات اللي كان عايزها. طب الأول كان بيعمل إيه؟ هيروح المدينة. طب مش قادر يروح المدينة أو المدينة زحمة، الوقت الوضع بقى سهل جدا بالنسبة له، هينزل من بيته يعمل كل الخدمات اللي هو عايزها. يعني مشروع غاز موجود، السجل المدني موجود، كل الخدمات اللي هو محتاجها بقت قدام البيت. مش بس كده، أنا بتكلمش على المبنى ده، شوف الطرق بقت عاملة إزاي، شوف الطريق. يعني انا واحد كنت بمشي كل يوم من على الطريق ده رايح جاي من على الطريق، واحنا محظوظين جدا ان احنا الخط بتاعنا ده هيكون من الخطوط المحظوظه. مركز شربين تحديدا اتنقل نقله رهيبه بالخدمات اللي حصلت فيه، ونقله اكبر بتشريف سياده الرئيس لينا. مشروع المركز دوت مشروع هايل جدا، واكتر حاجه استفدنا منها موضوع البطايق الشخصيه وشهادات الميلاد وقسمه الجواز الكمبيوتر، ده فعلا مشروع كويس جدا. وكنا الاول بنروح مركز شربين كنا بنبقى هناك بهدله ومش زحمه وكده، انما هنا ما شاء الله حاجه كويسه جدا وما فيش زحمه وفي ساعتها يعني ما شاء الله. انا عندي مكتبه في المدرسه يعني تعادل مكتبه المنصوره، بس مكتبه مصغره على اصغر، متصل بالإنترنت، فأربع أجهزة كمبيوتر، فأمهات الكتب، كتب تخدم جميع الطوائف، ممكن تخدم المهندس، تخدم الدكتور، تخدم الطفل، تخدم العامل لو بيعرف يقرأ ممكن تخدمه في مجال كتير. عندنا غرفة حاسب آلي في المدرسة، عندنا حجرة مشاهدة، عندنا سبورات ذكية، عندنا مسرح قاعة متعددة الأغراض كمسرح كمسابقات، عندنا أساس جديد للمدرسة من أول البوابة لآخر أوضة المدير والمكتبة وكل الفصول. إحنا بنشكر سيادة الرئيس إن شرفنا بوجوده هنا معنا افتتاح مدرسة الحصص وافتتاح باقي الخدمات، عمل لنا حياة كريمة لكل المصريين، جبر بخاطر كل المصريين عموما، دخل جبر بخاطر الأطفال وجاب لهم هدايا بعد الافتتاح بعد ما قابلنا، وفر لنا كل أساس جديد، مكتبة جديدة، فصول جديدة، كل الخدمات موجودة عندنا في بلدنا. عملولنا حاجات ما كناش نحلم بها أبدا ولا بعد 100 سنة. عملنا الملعب ده كان الحوش بتاع المدرسة ده كله زلط وطوب ورمل، ربنا يخلي لنا سيادة الرئيس. عملنا الترع، عملنا رصف لنا الطرق في البلد، الشوارع رصفها ما شاء الله جميلة الوقت، الفلاح مرتاح، أهل البلد مرتاحين. المجمع الزراعي بيضم مساحة 1800 فدان في الجمعية، منهم بينقسم منهم 900 فدان قمح و900 فدان محاصيل تقليدية زي الخضار أو البنجر والبرسيم. بيخدم المحاصيل الزراعية أسمدة، لأن عندنا يوريا ونترات موجودة حسب المحصول. خدمنا المواطن أو المزارع بمنظومة كارت الفلاح، بياخد جمويه بسهولة جدا بالكارت. المجمع الزراعي فاد الناحية كلها، كنا الأول بنقف مثلا مدة طويلة عما نصرف الأسمدة بتاعتنا،
الوقت عكرت الزكي ما فيش خمس دقايق بيكون يقول الواحد حصته على ما يراه، لا زحمه ولا في ازدحام ولا في اي حاجه. بنشكر سياده الرئيس على وجوده هنا في قريه الحصص بتطور اللي حصل في القريه بانشاء لنا مجمع الكتروني كامل شامل للسجل المدني بالطرق اللي بقت كويسه بالمدرسه اللي تطورت في التعليم، وبنشكره على كل التطور اللي حصل في البلد.